وحول أهم ما ناقشته جلسة البرلمان العربي برئاسة عادل العسومي، تطلعنا عليه الزميلة جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري من مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. بعد التحية نتابع معكم من مقر جامعة الدول العربية الجلسة العامة الثانية للبرلمان العربي من دور الأعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، والتي تعقد بكامل الهيئة الخاصة بالبرلمان العربي لمناقشة عدد من الموضوعات، على رأسها ما يتعلق بتطورات الوضع في القضية الفلسطينية، وأيضا الحديث عن تطورات الأوضاع في المنطقة العربية، إلى جانب مناقشة التقارير التي صدرت من اللجان الأربعة الدائمة للبرلمان العربي. وإذا تحدثنا بشكل أكثر تفصيلا عن ما جاء في تقارير اللجان الخاصة بالبرلمان العربي، فناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة العربية، وأيضا إعداد رؤية شاملة حول تعزيز الأمن والاستقرار في العالم العربي. أيضا لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان ناقشت تقرير حالة حقوق الإنسان لعام 2023، وإعداد رؤية عربية لمعالجة التداعيات السلبية للكوارث الطبيعية على حقوق الإنسان في العالم العربي، إلى جانب إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لمكافحة ظاهرة التنمر. أيضا لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ناقشت جهود تفعيل الاتفاقيات العربية في الشأن الاقتصادي، وأيضا إعداد استراتيجية عربية لدعم ريادة الأعمال. وأخيرا لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والمرأة ناقشت واعتمدت الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية، إلى جانب محاور تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي للعام الماضي، وأيضا ناقشت عدد من الموضوعات منها تفعيل دور الشباب في الحياة الاجتماعية وأيضا مكافحة ظاهرة البطالة. كل هذه الموضوعات تم مناقشتها في خلال جلسة اليوم، وأيضا تم الانتهاء من أعدادها من خلال جلسات عقدت على مدار الأيام الماضية وكانت آخرها أمس في القاهرة. أيضا في خلال الجلسة العامة الثانية تم تكريم عدد من المؤسسات الثقافية، وأيضا منح الوسام الدولي لرئيس جنوب أفريقيا تقديرا لدوره في دعم القضية الفلسطينية. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.